يلي بده يتحدى هي الحارة من قدة، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدة. هدول 15 ليرة إلك أخي. ما بدي مزبوط هن إلي، بس المصاري اللي أخدتها بالأساس هي مانا لإلي. بعدين غير هيك وهيك، أنا يا أخي متعود حسب أصحاب الرزق بواحد اثنين الشهر، هاي اليوم صار أربع الشهر ولسه ما حسبته. ومين قالك ما سلمون؟ رو سلمون المصاري واشتغل بال 15 ليرة تبعاتها، ولا أنت بدك تضلك طول عمرك هيك لك عبدو؟ أبرعشيت؟ الخضة اللي خضتني إياها هديك المرة ما جاء على بالي أرجع عيدها بنوب. مو على اساس انا صاحبك واخوك وبعرف مصلحتك منيح. على فكره اذا ضليتك هيك رح تضلك طول عمرك اجري بكعكه لا طويله ولا قصيره. انا برايي تروح تحاسب بيت عمك ابو حاتم وحاسب ابو قاسم يا سيدي بمعاشك، ها، وبشويه المرابح مستعد اشيل لك فيهم احسن شروه قمح بكل السوق. شو قلت؟ طيب هاي الشروه قد ايه بتاكل وقت؟ يعني من طبريه لهون بالكثير جمعه زمان. لك يعني انا معك بين الشغله فيها رمق. طبعا فيها رمق وفيها لحسة اصبع منيحه، بس انت قول يا رب ابو كرام. يا اخي يا رب كل ساعه وكل وقت، بس ما بدي قلبي مو مرتاح. اي لا بدك وميت بدك، هتخليني ازعل منك يا خذ هالمصاري بالظرف وروح تسبق فيهم وتسوق. قول يا رب. احلى بكرم عمي الك علي سنت زمان، اذا ما استلمنا السوق من بابه لمحرابه ما بيكون اسمي ابو راشد. ها يلا السلام عليكم. الله يسمع منك. الله معك بالسلامة. الله يجيب العواقب بسليمة يا رب. هي طلبت نعمة؟ ايه عمو راحت طلبتها. ومن ايمتى هالحكي يا مزكي؟ يعني من يومين ثلاثة. ليش ما خبرتيني يا مو؟ هاي خبرتك يا مو، شو بتقدري تعملي؟ شلون شو بقدر اعمل؟ صايم عصام، يعني شو بدك تعملي؟ الزلمة بده يتجوز على سنة الله ورسوله. تقبريني جميلة، لا تزعلي مني خالتي. ايه يا أختي هذا رأي ام بشير، بده يتجوز ابنها مشان تفرح له شي ولا. وانتي شو قلتي له يا مو؟ قلت له تجوز. هيك بتقلي له تجوز؟ شو بدي قل له يا مو؟ أصلاً هو ما كان عنده خبر. ما كان عنده خبر؟ لا، ام بشير راح طلبت نعمة من ورا ظهره. يعني هو ما بده؟ ما بده يا مو ما بده، بس بتعرفي بشير ما بيطلع عن طوع امه. يبعث لك الهالكه يا ام بشير، يبعث لك الهالكه.
رح تعمل ابنها مرمطة بالحارة للرايح والجاي. لك شلون بتعمل هيك؟ هذا رجال يا لطيف عليها هالمبشير إلا كل فصل وفصل الله يصلحها ويهديها. لا أم زكي قولتك أم زافر بتعطيه؟ لك يا أسي بسلامة عرفك أم زافر ما لها رأي، ما بتبت الموضوع، الرأي كله لأبو زافر. هلأ أبو زافر عم يفكر وبعدين هو بيبت بالرأي. هون هجروا 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 كرسي الحلاقة يا أبو البيت كمان بدك تجيب لي كرسي حلاقة عندك آلي معلوم بالسير حكيم بدون كرسي حلاقة وزاها لقا مين بده يحلق؟ أنا بحلق. ليش أنت بتعرف تستعمل معاه؟ لك اسمع على العكي راس راسين دان دانين بطلع أحلى معلم بالسوق. لك دخيله أنا هذا اللي بده يشتغل اتعلم لقا لعما ضربك منك إلو 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 شو عم تعملوا هون ولك ما بتعرفون التجمع ممنوع؟ سيدي كل واحد فينا متجمع يا حاله بوسك أنت وياه نمس لا تعالوا لك ضرب على مكانك لك عم تمزح ولا عم تحكي جد أبو زودة؟ عم بحكي جد جد لك سيدي لأني ما بحب المسرح اسمع ما اسمح لي شو صار معك؟ بدك تشتغل معي ولا لا؟ سيدي أنا اترك أبوك لك يا سيدي أنا قررت أرجع لكار أبي وجدي وياك بدي أشتغل حلاقي هيك الاسم بده بيقول المثال الكار مو كارك يخرب ديارك يخرب ديارك ودار عيلتك كلها اسمعوا لك حيوان عم اسمع عم اسمع أنا بدي أشغلك معي المغفر وبدي أعطيك كل شهر 5 ليرات شو قلت؟ لا بلا 5 ليرات بالشهر منك إلي ما بدي اسمع لك اللي بده يشتغل بكار الحلاقة والعطارة بده يدفع كل شهر رسوم بلدية 5 ليرات كل شهر انضرب لي عندي على المخفر بتكون على الطاولة قدامني وبتنقلع من خلال ايه؟ عشتك ما حاش بشيح قال لي 5 ليرات كل شهر ايه؟ 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 كل شهر ايه؟ كل شهر ما بيطلع لي 5 ليرات اسمع فكر بكلامي منيح وبارد لي خبر شو سمعت؟ انت قلبك كبير قلع حرك يا ابني يا وجودة لا والله حي الله اي والله الله لا يوفقك عليك انت بيه هون يا ابني مرحبا قعود ليه عم يا ابو جودة الله يرضى عليك لا إلي شي زي القرنين مدلل امليه على جنب ياخذه معي انا وطالع ايه مو على راسي هات البشارة أبو صفير بشارة شو؟ جبنا لك اللي بدك يا هات لشو؟ هذا يا سيدي تحسين دوماني قعد 3 سنين بالحبس وبعدين مات بالمشفى العسكري ايوه مشان هيك أخوك أبو عصام طلع بوراقه ايوه معناتها حكي الكومندان مظبوط لما قال لي إنه أبو عصام طلع بوراقه مزورة حبيب قلبي أبو صافي يا حبمبم يا حبمبم أبو صافير كرمال الله مدس القرنين على الخبرية لك بتستاهل كبش مرتب لعيونك قعود يا بري ربك بقى شو رأيك نامي؟ هلأ أنا من جهتي موافقة بس بدي أخذ موافقة أبي بس شو بدك بهالعيلك بنتي؟ ليش لعيامه؟ أحسن ما نضل نهارنا بالبيت ما عم نساوي شي لك روحي الله يبارك فيكي يا نامي تفضلي يا مو شريفة هاي لقيتي مين يشد معك إيه ليش لا والله أنا عم بهلك لحالي بعدين هاي نعمة بتعرف القراية والكتيبة وبتشيل عني كتف ومنعمل شغل منيح على أهل الحارة خالتي أم ظافر قلتك رح يوافق عمي من هالناحية لا تخافي بيحبها كتير لنعمة إيه ما بيرفض لها طلب إيه خلاص إذا هيك لكن توكلوا على الله يا سبايا لا سليم إن شاء الله الحمد لله لا اليوم عال عم تقدر تحركها عدنان؟ ايه الحمد لله بقدر احركها حرك لي شو؟ شوفني ايه دير بالك مين؟ انا ابو حسام لك اهلي ابو حسام تفضل كيفك؟ طمني كيف وضع الشباب؟ كله تمام الحمد لله يفرج علينا وعلى البلد امين امين تفضل الله يعطيكم العافيه هذا الغلط طلع لك ابو العز تعال يلا تعال تعال حطهم بالذات عاد 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 عاد
يا بي شو كل هالكياس؟ شغل أبي شغل الله يرضى عليك شغل. بدكم عاونكم يا بي؟ هاي بزر الغضب. إيه هاي بزر الفتان. عاد عاد عاد. أعطيني صحن لك وقت لها. يلا يا بي. قول. تعال شوف. حط شوف. حط شوي أذر كفة. أيوه. ايوه سي حط قدر معلقتين ابي معلقتين ايه. يلا ابي يلا يلا ايه هذا شو هذا يا ابي مزر كتان ابي شويه مطحون طحن يلا لا بحطه مع منه عسل هذا شوي ايه بنحط عسل مو هلا بالاخر روح 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 شد ايدك ابي شد ايدك اخلطهم كلهم ايه ابي ايه ركع لي ركع لي ايه ايه الله يرضى عليك ابي هذا كارك تعلم ولو على كبر ما له شيء انت ما نسيته بس هيك هيك رجعوا 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 الله يرضى عليك ايه امرك يا ابي امرك ركع ابي ركع السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شو ما صار مشغول شيء؟ ابي امشي خلينا نروح نشوف الرجال اي والله اي والله ابي نفس العيار عمل لي اياه مرت الاخر يلا امرك يا ابي يلا شرف شرف وحاتي تفضل يا عمي وحاتي يا اللي صار هذا اللي صار بالحرف الواحد انا ما رحت لكم على البيت رحت على الحاره سالت وطقطت هون انا اللي فهمته انه الفرنساوي عم بيسال عنكم مشان هيك جيت خبركم انا اشوف شو الغرامة انا من رايي قعدتكم هيك ما راح يمشي الحال لازم كفوا ما غير طلعوكم هيك شوياني برات الشام معلش هي مده بسيطه لا شو شو بدنا نعمل هيك ما راح يمشي الحال يضلوا وما يمشي الحال عمي نحن ما عندنا حدا هون اصلا كل اهلياتي بعموده ودرباسيه ونروح على عندهم سفره الله وكيلك سفره واني كمان عمي ابو عصام نروح على حران والله ما هي بالهين الله وكيلك شو بيخوف لك عمي واخرته هات اشوف واخرته حضل على الحال احنا ما بنمشي عليك جماعة حاطينكم برأسهم مطلوبين رسمي لك عاملين مكافأة لك مشكور ايه نحنا ما نخافين عليكم شيء نحميكم بإذن الله بس انتو كمان لازم تشوفوا حياتكم هيك تضلوا قاعدين والله الله ما أنا الحق بإيدك أبو عصام الحق بإيدك أنا برأيي إنكم تروحوا تادوا عند أمامه لجانه سنة سنتين اللي هو يا أخي الفرنساوي بجوز يطلع بعد شهر ترجعوا يعني بعدين وين قاعدين انتوا قاعدين بلدكم شو فيها مظبوط والله هالحكي انتو شاوروا بينكم شاوروا عليكم بالليل نحكي على مهدوي الحمد لله بعد ما اخف صار بيقدر يتحرك الحمد لله ابو عصام انا صار فيني امشي لا عمي وينك وين تمشي لسه بدك جمع زمان بتعرف تتحرك بتعلم الناس وعاد يفتح الجراح ممكن شيء يصير بشيء الله يجور بخاطركم ويكثر الخير عليكم ويعطيك على قدر نيتك يا عم ابو عصام سيدي الحمد لله على كل شيء اي سيدي استبينا استبينا قوم ابي يلا بسم الله الرحمن الرحيم عنك 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 بتعرفوا هاي الشغلة اشرفنا من قصة 33 ليرة و 33 قرش بطل هيك يا شغلة اشرف ماني عوائلية والله معك حق بس تعرفوا يا شباب والله رح يشتاق للناموسات بكره خير هات الله رح يشتاقوا لي مين رح يغني لي حبك حبك مثل البرقص يابا بقلبي عم يتحركش بس معلش حتصير معنا مصاري وبيت سياحنا ياح واللجي منه يا كول يلا جيب لي جيب هديك جيب الكبيره هديك السلام عليكم وعليكم السلام اهلين تقبرني يا امي اهلين يا امو اهلين الله يرضى عليك يا رب كيفك مرت عمي؟ منيحة أهلين جميلة عن إذنك إذنك معك بدك شي يا مو أنا راي على الحارة سلامة قلبك تقبرني الله يسلمك يا رب إيه صحيح يا مو الله يوفقك بدنا هيك شي أكلة ظريفة من تحدياتك بدي أخذها لسمع يو هلأ صرنا وقت الغداء لك ابني والله ما بالحق يا مو مو مشان الغداء بدي أخذ له إياها العشاء إذا هيك على عيني وراسي شو جاي عبالك؟ شاكري ورز منيحة أي تكرم عينك الله يخلي لي إياك بدك شي جميلة؟ سلامة قلبك بتكون قلبي يا
لك جميلة لهلا ما شلحتي ملايتك. خير مرت عمي؟ خير مرت عمي؟ يا عنا شغل لفوق راسنا والغسيل مكوم. يلا خفي لي ايدك بسرعة. على راسي مرت عمي. فرجيني يا رجوف. ابني حاجته يا ابني حاجته. هذا اسمه بزر القطن. شو اسمه؟ بزر القطن يا ابني بزر القطن. اخي معتز هذا المرة بيستعملوه اللي بيطلع له جنجر بالعين، مو اللي بيطلع له هذا المسمار اللي بالرجل. هذاك بيعبي هيك قيح وبتعرف يعني وسخ الجسم. هذاك بيستعملوا له بزر الكتان وبيحطوا له شغله ثانيه. يا ابي كنت تستعمله انت لهذا اللي بيطلع له قر، هذا اللي كنت تحط له عجره، شو كان اسمه؟ بزر الكتان وشغله ثانيه يا ابي شو كان اسمه يا عصام؟ قالوا له لكتير الغلبه نص الدنيا لك. قام شو قال له؟ نص الثاني لمين؟ هذا هو عصام. سكتنا يا ابي سكتنا. هلا جينا ها ها هلا جينا ها ها هلا 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 صار معك يا مرت عمي؟ مي حلوة نتأخر على الرجال أكثر من هيك؟ ناطر جوابك. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. لك يا مرت عمي يا قولي إيه يا قولي لا وخلصينا من هالقصة. لك يا صهري الحظ الحلو ما بيجي إلا للبشعة وأمناب ومشققة الكعاب. حظي وجربته وشفت شو صار معي. مرت عمي لك هذا اللي بدك تتزوزيه أبو النار، الزعيم أبو النار، مو مثل هذا اللي تزوزتيه الداسوس الله يغمق بقبره. وافقي يا مو وافقي، والله عم خاف عليك ترجعي على البيت لحالك. لا يوه شو ارجع على البيت لحالي؟ والله بموت رعبه. خلص تقبرني مثل ما بتكون. وعلى قولة المثل الرجال بالبيت رحمه حتى لو كان فحمه. شوفوا شو بترتبوا انتوا ورجال الحاره، وانا من ايدكم هي لايدكم هي، ما بطلع عن شوركم باذن الله. ايه يا قبرني ربك مع احلاكي، ان شاء الله الف مبروك الف مبروك. إن شاء الله ألف مبروك يا أمو. الله يبارك فيكي. خلصنا بقى بحتي فرد بحتي مع التلتمي. إيه والله فرحانة لك من قلبي. كني بقى لطفية كني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين شيخ عبد العليم. أبو حاتم عاوزك شوي. إيه مو على رأسي. تفضل تفضل. مشان هذا المسكين سمعوا. سمعوا؟ خير، شو بو سمعوا؟ لا لا الحمد لله ما في شيء. بس أنا حكيت معه مشان يتجوز وهو ما عنده مانع. فقلت له رح أطلب لك المحروسة دلال بنت أبو عصام. فقلت لحالي بروح أنا وياك وأبو قاسم لعنده مشان نحكي بأمرها. إي والله. الله يكثر خيرك. إيه؟ شو علي؟ بخير الله يا أبو حاتم. معناتها اليوم بعد صلاة العشاء بنروح لعنده.
ان شاء الله بعد صلاه العشاء بنروح لعنده لك ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى على بركه الله. اهلا وسهلا، تفضلي يا ام نسيم. بدي ضل انا اجي لعندك، ليش ما بتجي تزوريني انت وساره؟ شوفت عينك، ما بنطلع من البيت، حال البلد وشغل البيت يعني بتعرفي. يعني شو فيها اذا اجيتي وشقيتي علي؟ شو فيها؟ حقك علي. خلاص مثل ما بدك. وين ساره؟ ليش ما نزلت؟ لك يا ساره، ساره. ليكي ليكي صرت عندكم. اهلا وسهلا خالتي ام موريس، كيفك؟ طمنين عنك. الحمد لله انا منيحه، انت كيفك ساره؟ الحمد لله بألف نعمه. قولي لي شو جاي على بالك تشربي؟ قهوه شاي من ليزا؟ يلي بدك اياه، كل شيء من ايدك. طيب طيب شو قلي؟ قلتي قولي لي شو جاي على بالك، خليني اعمل لك ونقعد على رواق بعدين. ان شاء الله بيقبرني هالوجه. يبعد الشر ان شاء الله. بنشرب قهوه؟ كرم عينك. شفتي؟ شفتي ما احلاها وما اقواها؟ ان شاء الله بتقبر قلبي. والله بزعل منك اذا حرمتيني منها وما اعطيتيها لموريس. ان شاء الله، قولي ان شاء الله. تفضلي تفضلي. هي اطيب رز بحليب لاحلى شب بالحاره. شو يا بي؟ لايكي ساويتيني شب. ليش لا يا بي؟ شب وشيخ الشباب وحياتك. انت شوف شو بدها تطلب بعد كل هالدلال. تطلب شو ما بدها، اصلا من الدنيا كلها انا ما طلعت غير بنعمه واخواتها. بس المهم انه يكون الرز بحليب ظابط. ها لك ربي لا يحرمني منك لا دنيا ولا اخره. ايه نعمه خانوم، شو طلباتك؟ يا بي بدي اعون هلا شريفه بنت عمي ابو حاتم تعليم اولاد الحاره. ايه شو علي يا بي؟ عاونيها. وبدها تكري بيت وبدها يعني عاونها. ليش لا تكري بيت يا بي؟ انا بشتري لكم بيت وبتعلموا فيه الاولاد، قلنا ثواب عند رب العالمين. بالله عن جد يا بي بدك تشتري لنا بيت؟ ليش لحتى ما اشتري لك بيت؟ انا عيوني اليك. لك ربي يخلي لي اياك، لك ربي يوجه لك الخير وين ما رحت وين ما دعست يا ابو ظبي. اجت خيريه اليوم لعنا ابن عمي؟ ايه اهلا وسهلا. ايه بس بصراحه حسيتها مو على بعضها، حسيت انه صاير معها شيء. مثل شو بيكون صاير يعني؟ والله أبصر شو صاير معها ابن عمي. شلون يعني؟ ما حسيتي تعرفي منها شيء ولا هي حكت لك شيء؟ ما قدرت أعرف ولا كلمة. إيه خير إن شاء الله. الله يسلم هالديات. ميت أهلا وسهلا عقيد. هات لنشوف بقى سيدي شو صاير معها. انت مو على بعضك من امبارح. لا يا سيدي، واليوم ازود كمان. احكي لك ابو العز، احكي انا صاحبك وابن حارتك، ربينا سوا وكبرنا سوا وحاربنا الفرنساوي سوا. احكي شباك. والله ما بعرف شو بدي اقول لك عبدو، ما بعرف. احكي يا ابن الحلال، فضفض اللي جواتك، بركي رب العالمين هيك بشرح لك صدرك. عندك للسر مطرح، كبير ما له قرار. شو هالحكيات؟ الشاهد علي رب العالمين. وبتكتم ليوم الدين. ليوم الدين بعون الله ما في كلام. مسيك على شوارب. لا يا ابو العز ما حبيتها منك. هاي طاوعني طاوعني لارتاح. خاطرك غالي علي. انا ولهان ولهان لك عبدو. امتى؟ احكي لي منو هاي؟ مو مهم منو هاي، المهم انه انا
قلت لها المخلوعة. ما أدري شو صار لي. كركبت. ما بعرف. إيه طيب صفي إيدك أبو العز. وصوت وجه الكريم وتزوزها. ما فيني لك عبدو ما فيني. في مية شغلة وشغلة بتمنعني. ليش لك أخي؟ رب العالمين محلل لك أربعة. لك بعرف بعرف لك عبدو. بس المصيبة إنه هي مو مدي أنا. أيوه. من غير ديانة قلت لي يعني هي من إخواننا النصارى؟ لا يهودية. يهودية يعني على حد علمي إنه هن من أهل الكتاب بجوز إنك تتجوزها بس مو من عوايدنا. أنا لك عبد هي المصيبة. بس أنا ما عم بقدر ما عم بقدر. وين ما بروح وين ما بجي ما بلاقيها غير طالعة بخلقتي. صورتها ما عم تروح من بالي. لا والله ما بعرف لك عبدو. ما بعرف شو عم بيصير لي. يمكن أنا يمكن غلطان ويمكن مو غلطان. هاي شغلة عند رب العالمين. والله ماني عرفان شو بدي أقول لك يا أبو العز. ولك قول. يعني أنا هاي أول مرة بحياتي بشوفك هيك كلها وقلبك عم يغلي من جوا. بس أخي أنا ما فيني أقول غير الله يقدم اللي فيه الخير. بس أحكي لي أحكي لي يا أبو العز وين لمحت أول مرة؟ وين شفتها؟ رح أحكي لك إن شاء الله. ألف مبروك يا جماعة. الله يبارك في عمرك يا شيخنا. ومن جعل الحمد خاتمة النعمة جعله الله فاتحة المزيد. سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. مبروك ابو النار. مبروك ابو النار. ان شاء الله جوات الدهر عمي ابو النار. الله يخليك. مبروك ابو النار. زلالات يا جماعة خميس الجاي الأمس شرفونا وأهلا وسهلا فيكم. مرة ثانية مبروك يا أبو نار. الله يبارك عمرك يا شيخنا ويخلينا يا نجيب أبو راسك. نحن بنزل من أبو شوكت كنا طريق. الله يطلع عليك يا الله. عليك يا جماعة. الله يعافيك. الله يسعدك. يا جماعة راحوا الرجال. بالله يلا عم بشير هاتي دربك يا خلصي. يلا عم بشير دربك يا خلصي. وكمان حلوة بلا ما تخلصي. والله فرحانين فيك. رح تصير عائلة. يلا يلا رجل معك. Thank you.
وينك؟ كيفك؟ عم اقول لك وينك؟ ليش عم تطول علي؟ والله انا خايف عليك. لا تخاف، ان شاء الله ما بيصير شيء. ان شاء الله. مالك على بعضك؟ ما في شيء، بس مليت. مليت مني؟ لك لا، بدي مل مني. شو هالحكي؟ انا اذا بدي مل مني بترك الدنيا كلها. استنى استنى شوي. روحي يلا اوام. سامعه؟ ايه سامعه. شو قلتي؟ ما بعرف يا ابن عمي. شورك يا سواد بهيك شغلة، الشور شور دلال، بعدين شورك بعدين شوري. انت بتعرفي وضعيتها لدلال وبتعرفي دخليتها وبتفهميها وبتفهمي عليها، مشان هيك عم اسألك شو شورك. شو رأيك؟ ما بعرف. قومي نديلة، قومي قومي نديلة. يلا دقيقة. يا مو دلال. نعم يا مو. تعي ابوكي بده ياكي. تعي يا ابي دلال تعي. وتعدي ابي. ابي الشيخ عبد العليم طلبك لسمعه. شو قلتي؟ ابي هيك ما بصير. هيك ما بصير. ما بصير. لازم تفكري ولازم تقولي أبي بدنا نعرف شعورك. ما بصير هيك. سمعوا على معرفتي زلمة معدل وسربست وبعمره ما حدا جاب معدله بالحارة. أنا هي معرفتي فيه. غير وقفت مع أخوك معتز من أيامات ما كانوا ملاحقين وكانوا مطلوبين، وأنت بتعرفي هالشيء وبتعرفي هالشيء من أخوك معتز كمان. أبي شاهدت الشيخ عبد العليم فيه إنه زلمة معدل، وهلا هو ما راح يضل خدام بالجامع، راح يلاقي شغله ثانيه غير خدمه الجامع، يعني شغله ثانيه يترزق الله منها. بعدين بيت ما عنده، اذا وافقتي وتمن نصيب لك ابي السكنه انت وياه حتكون وين؟ ببيت الوقف، بيت ابو محمود. بتعرفي شو قلتي بقى؟ لي شو يا بي؟ يا بي انا شو بدي اقول؟ شور شورك يا بي. أبي الشور مو شوري يا دلال.
الشيء اللي لازم تعرفيه هلا تنيني عرفتي. عرفتي؟ الرجال هلا تنيني عم يشتغل وين؟ بالجامع، ما عنده شغلة تانية وبيت ما عنده. خلص هي عرفتي اللي لازم تعرفيه. قولي لي يا بي. يا بي اللي بتقوله أنا برضى فيه. الله يكتب الخير. شو رأيك سعاد؟ والله إذا خادم جامع بنتبارك فيه. ليش لا ابن عمي؟ إن شاء الله على خير. بكل أحوال أبي تشاوري أنت وأمك. عندك شي تحكيه لا تخجل أبي يحكيه مشان رد خبر للجماعة. يلا. قلتي لي شلون جود؟ الحمد لله بخير ابن عمي. ألف الحمد لله. ساوي لك شي تشربه؟ لا لا بدي روح على الجامع. يو هلا بدك تروح على الجامع؟ ايه هلا شو علي؟ هلا الجامع مفتوح، انت ما كان الواحد بيروح عليه. يلا بخاطرك. الله معك. وين ابو العز؟ وين رايح يا بي؟ طالع هيك على الحارة لاي اخلاقي شوي يا بي. شو غيرك أبي داشر هيك بالحارة؟ شو في؟ وين رايح لي؟ هذا شو؟ رايح على الجامع يا أبي. أيوه؟ هلا بقلها لي على الجامع، شو في بالجامع أبي؟ ما في شيء بس هيك قلت لحالي بروح على الجامع بصلي لي ركعتين. أبو العز أنت مالك عاجبني، أنت مالك سما. أبي طلع فيني لشوف. دايما شيء، في شيء قل لي. والله يا أبي ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني أنا بالدنيا كلياتها ماني عارفان شو بدي ساوي. لك أبي تعال عندي على الدكان، ليك على الدكان أقدم منك. يا أبي أقول لك على شغلة وما تأخذ على خاطرك مني. لا لك أبو العز أنت أنا أخذت على خاطري منها إلا بالحق. أحكي أحكي يا أبي شو بدك أحكي؟ كل شي بقلبك انكتب قل لي. يا أبي أنا ما بدي أتعلم هذا الكار، ما راح أحسن أتعلم. إيوا أبدا أبدا. لك أبي لي والله هالكار ما في منه. بعدين انت ما شاء الله انك يعني والله من افايدك تتعلمه. والله ما بعرف يا ابي، ما بعرف شو عم بيصير جواتي يا ابي. انا لهيك بدي روح على الجامع ونيك بركضم بهدى وبروي وبرجع وبحط راسي على مخدي وبنام مرتاح. ايه خير ان شاء الله بخير. روح على الجامع ريح حالك داوي حالك بحالك. هيك الدنيا بي تمر الايام عليه الواحد مرات هيك ايام صعبه شوي، لازم هو يعرف دليله ويعرف حاله. هلا انت مالك راي، روح ابي عجابي. بس انت لك معتز انا بعرفك، انت في شيء براسك ومو حابب تحكيه ولا عرفان كيف بدك تحكيه. وقت اللي بيجي على بالك تحكيه ابي انا موجود. امتى ما بدك، امتى ما بيحلى لك تحكي تعال لي انا موجود. مين؟ الله يخلي لي اياك يا ابي ويديمك فوق راسي. ايدك الله يرضى عليك، دعينا ما تنسى. الله يوفقنا ويوفقك يا أبي. أتجوز مرة تانية بعد كل شي صار معي؟ أي وليش لا؟ هي سنة الحياة. بس سمعوا؟ أي وش أبو سمعوا؟ يا رب أنت عالم بحالي، فوضتك أمري. إذا هالقصة فيها خير إلي رضيني فيها ويسر لي إياها يا رب. تصاعد أنفاسي إليك جواب، وكل إشاراتي إليك خطاب. ف
فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليت شربي من ورادك صافي، وشربي من ماء الفرات سراب. متى لم يكن بيني وبينك ريبة، فكل نعيم صد عنك عذاب. الله والله علي بالله اني بحبك، حبك مثل البرقش، دوما بقلبي عم يتحرك. شو شفناك امبارح مع كبارية الحارة؟ على اساس انت بكبارية حارة عمي ابو النار؟ ما شفناك امبارح بالجاهة؟ اه؟ ايه والله اسم منه ما كنت فاضي، يا اخي انا كل شغلة بدي احطها بايدي، الشغلة ما فيني، ما بعته لالون هالمرة، ما فاضي انا، الشغلة فوق راسي، بعد خليه يتأمل فيها. يا سلام، قال لي معلش قول. صعيب انك تفتح دكان، تحكي للناس. اه؟ ربيش انت هالعالم فورا يجوا هيك على الدغري، قالوا لا مين قال لا؟ ايش يجي بدي افتح دكاني؟ ايه شو عليك؟ شو كان عندك داعي؟ لا 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 قول ما شاء الله ما شاء الله. ايش كان داعيك بسكرها؟ لك اخي خلص ما حكينا شيء، بس انا قلت لحالي اذا بدك شيء تستفسر عن شيء انا بخدمك بعيوني، ولو انت بدك اخي. ايوه عمي عصام قول هلا ايش كان الواحد بطنته مشية، شو بنعطي؟ أنا بعرف، ما تحكي ما بعرف، بس شوف إيش كان، أنت بتعرف، إيش كان واحد بطنته مشية، شو بنعطي؟ سهلة، ملح إنجليزي، بتنزل على البزورية بجيب لك شوية ملح إنجليزي، بتعطيه معلقة الصبح، ومعلقة الظهر، ومعلقة المساء، رح تصير أمورها تمام التمام. ملح إنجليزي؟ إيه أيوة، بعشر واحدة، ماشي، طيب إيش كان الواحد؟ ضرسه وجعه، شو بنعمل له؟ تقلعه للبني آدم لدرسه لدرسه، ومو بس الضرس ياكا، بتقلع ثلاثة من على اليمين وثلاثة من على الشمال، لأنه هذا النخر بمد يمين وشمال، فشو بتحسن تقلع؟ اقلع. أهلا وسهلا أخي، تفضل. خيرية؟ طيب، قربي لعندي. سميرة خبرتني إنك ما كنتي على بعضك امبارح. خير صاير شي بينك وبين معتز؟ لا أيوة أخي، ما في شي. خيرية، إذا صاير شي بينك وبين جوزك خبريني، مشان أتصرف. أخي مثل ما عم قلك، مو صاير شي. مثل ما بدك. ياللي بده يتحدى هي الحارة من قدها، في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدا.